بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم حاولنا نقدم واحد المباراة كبيرة في منافسة كأس العرش ضد نهضة بركان. الحمد لله يعني وفقنا الله ندركوا التعادل في الدقائق الأخيرة، ويعني عندنا مقابلة أيضا في خارج مدينة طنجة يوم الأحد ضد نفس الخصم، اللي نحاول إن شاء الله ندركوا في الموقف ونرجعوا بنتيجة إيجابية اللي تشرف الجمهور ديالنا الكبير اللي تيساندنا يعني بأعداد كبيرة. وحاولنا اليوم نطبقوا التعليمات ديال السي أمين اللي تيعاوننا كثير يعني باش فيما يخص التركيز فيما يخص الاستعدادات، والحمد لله نتمنى ان شاء الله نداركوا الموقف ونرجعوا بالتأهل من مدينة بركان.